السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كاملين في قناة إلهام بلوك. موضوع فيديو اليوم هو كيفاش نديرو دوموند ديفالواسيون كومباراتيف دي زيتود افكتوي اور دو كيبيك. ندوزو نوضحو لي زيتاب. اول حاجه غادي نديرو ندخلو لجوجل ونكتبو ايكيفالونس ديبلوم كيبيك. نكليكيو على هاد لو ليان ايميغراسيون كيبيك. فهاد لاباج كيوضحو الطريقه باش نديرو هاد لا دوموند. اول حاجه تيليشارجيو هاد الفورمولير ونعمروه. من بعد ما نعمروه نامبريميوه. هاد لابارتي غادي تخلصو لي فري دوسي. جمعو لي دوكيمون لي خاصين، كوبي سيرتيفي ديال لي رول دي بلونط و دي بلون. بالنسبة للناس اللي ديجا هنا في كيبيك يمشيو لومباساد و يديرو كوبي سيرتيفي. و إلا كان عندك شي وثيقة خاصها تخاديكسيون، النصيحة اللي نعطيك هو تمشي عند شي مترجم يكون محلف. و إلا كنتي هنا في كيبيك غادي نخلي ليك لو ليان ديريكت ديال لي تخاديكتور او كيبيك. و في الأخير تجمع هاد الأوراق كاملين و ترسلهم لهاد العنوان. التريتمون ديال هاد لا دوموند كياخد الوقت، فلهذا كنصحكم تأكدوا من الأوراق ديالكم وراجعوهم قبل ما تصيفطوهم. بالتوفيق للجميع، كنتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.